نتواصل معكم مشاهدينا الكرام وحلقتنا الجميلة والرائعة باللحن الجميل والصوت الجميل الأستاذ إبراهيم حسين. يبقى معناها من سنة 1966 لما في الإذاعة كانت صعبة جدا، ولقيت الأستاذ الفنان الكبير العادل محمد حسن، نعم وقلت له يا أخي أنا إبراهيم حسين بتاع من قليل حلاني كلمني عنك، وفعلا فتح لي المجال ده. دخلت الإذاعة ولقيت رئيس قسم الموسيقى أستاذ برعي، حجزوا لي لإجازة الصوت ايوه 66، أجهزت صوتي ورجعت كسلة لحنت، قال لي تجيب أغنيات على مستوى الإذاعة، لأنه أجهزت صوتي كنت عندي أغنيات محلية كنت بغنيها في كسلة، ايوه فرجعت كسلة استعديت من جديد، لحنت إلى هاجرة وساعة الغروب للحلنجي، ايوه جيت يا سلام سجلت ومبادرة المسيرة. بعد ذاك إسحاق يكتب الدينو وأنا ألحن وانت أغني. تلحن، احنا دايرين برضه نستمع لواحدة من الألحان الجميلة والكلمات الرائعة من الأستاذ إبراهيم حسين، نسمعها ونرجع لكم تاني خليكم معنا. ترجع إلي ويرجع علي معاك بصري، معاك بصري وعاين في العيون سهري، قوليلي يا شايل ومن عمري من عمري كيف ريت صبح قدري، ونغمة حبيسة في خاطري في خاطري ألملم للفرح وبكي، ألملم للفرح وبكي وأقول بغني. لما الريح يفوت حده يبقى مصيرك في يده، لما الريح يحن قلبي يبين ودو سؤال نايل زمان ردو.
ترجع لي يا مالي سواي مالي سواي وخد الرضا في جواي وعذاب نلقى زمان شواي زمان شواي رحيل الليلة من دنياي وعذاب نلقى زمان شواي زمان شواي رحيل الليلة من دنياي الليلة رحيل من دنياي لما الريت يموت حده يبقى مصير في يده لما الريت يموت حده يبقى مصير في يده يحن قلبي يبين ودو نتواصل معكم مشاهدينا الكرام وحلقتنا الجميلة والرائعة باللحن الجميل والصوت الجميل الأستاذ إبراهيم حسين. أستاذ إبراهيم، إحنا من بعد ما بدت المسيرة وخلينا نقول إنه خلاص بعد كده الناس ابتدت تعرف الصوت وبدت تعرف الطريقة برضو بتاعت اللحن اللي كانت مختلفة خلينا نقول وكان فيها شبه التجديد والجماليات غير الثنائية اللي جمعتك مع أستاذ الحلنجي، منو من الشعراء ومنو من الملحنين برضو اللي استعنت بهم؟ لأنك كنت أنت برضو بتلحن لأغانيك، منو برضو اللي استعنت بهم من الملحنين لأغانيك؟ والله أخيرا في عندي صديق أستاذ اسمه محمد عبد القادر غنيت له أغنيتين، وأيضا أخونا الملحن ابن كسل عمر الشاعر أيضا لحن له أغنية واحدة. اما باقي اغنياتي كلها من الحاني. وليه انك بتلحن يعني لا اقول ليه انت بتحب انك تلحن لنفسك، يعني ما حاولت انه تخلي الناس بتحس انه الكلمه دي اقرب لك انك انت تلحنها ولا
بتحس انه الافضل من شخصيتك تكون الكلمه. أيوة. لما اخذ الكلمه اي بعيش لو لقيت عجبتني ببتدى لحن فيها براي. و اصلا المغني اذا عنده مقدره يلحن افضل يلحن لنفسه. كنت بتلحن وين يا استاذ ابراهيم؟ في البيت يعني. تطلع برا كده على السواقي ولا تشوف القاش ولا بتحب انك تكون في لا البيت؟ لا يعني اصلا لما يجي شيطان الغنى الواحد في اي حته يبتدي يلحن. ايوه يعني اغنيتي الجميله الشجون اللي بيحبوها هسه الناس. ايوه دي لحنتها في الخور ده خور ابو عنجه ده بالله. أيوة. والله انا كنت انا واسحاق ثاني يوم في العيد عيدنا لاخونا الفنان محمد اللمين في البيت وجينا ماشيين حقيقه كنت جاي من كسل اديتها الاغنيه اديتها استاذ برعي دخلوا اللجنة بتاعت النصوص. فقلت لمحمد اللمين يا أخي الأغنية لو جيزت عندي أغنية كلماتها جميلة من كجلاء لو جيزت أجيب عليك تلحنها لي. كنوع من التعاون لأنه محمد اللمين لحن لعركي. أيوة. وراجل يعني فنان كبير عنده مقدرة كويسة في التلحين. نعم. فسألني قال لي قلت لحليك الأغنية بتاعت الغروب قلت لي لحنتها براي. قال لي يا إبراهيم أنا بختارها عندك تلحن دي لو احتجت لأي معاونة بتعاون معك. واخشى ان اخط عليك في حته ما تلاقي صوتك وكده. فجينا ماشيين لما جيت الكوبري بتاع ابو عنجه ده اسحاق ماشي البيت اسحاق بيتهم في حي البسطة. انا نزلت من الكوبري نزلت والاغنيه كنت حافظ كلماتها. واخذت كلام محمد فرنسي انه ابتدي الحين يمكن انجح فيها. فعلا بديت الحين وانا في الخور ده كنت بلحن لما يجوا ناس ماشيين اعمل نفسي زي اللي عندي حاجه كده يفوتوا ابتدى اغني طواني. لما لحنت المطلع الاول و قبلهين فمشيت النادي في المساء طواني بمشي نادي الفنانين عندي اصدقاء هناك اخونا حسين عبد الله والدخت الفنان رمضان حسن واخونا عبد الرحمن عبد الله من اولاد عطبره موجود حتى في سلاح الموسيقى. فجيت قلت لهم يا اخوان انا جبت لي لحن جميل عاجبني فبكره تجوا نجي نعمل بروف وبتاع. فعلا قالوا يا اخ بكره عندنا تسجيل للفنان حسن خليفه العطبراوي بينتهي 11 طلع لنا في الاذاعه 11 لو انتهينا بنمشي معاك البيت. فانتهوا فعلا شلتهم ركبنا تاكسي جينا البيت كنت ساكن في العباسيه هنا عباسيه الشريك محطة عبدين. جينا البيت وابتدينا نبرف في الاغنيه فعلا عجبتهم لحد المساء الشجون دي انتهينا منها. سبحان الله. ثاني يوم طوال مشيت حاجة السريع في الاذاعه وسجلتها. ايوه. فمن ديك زي حصلت لي له من ال 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 المقدرة انه ممكن الحين من دي استمريت بالحين طوالي. ايوه والالحان كلها جميله حقيقه والحان رائعه وجميله. وخلينا نقول بانه السند اللي انت لقيته من الاصدقاء من الملحنين ومن الفنانين ومن الشعراء ده جانب مهم طبعا في حياتك. نجي برضه بنقول انه الجانب الاسري ايضا يعني جانب برضه مهم جدا هو اللي بيدعمك برضه هو اللي بيديك. فحابين برضه نتعرف على اسرتك يعني. لا اسرتي لما نبتدي اغني انا بقيس الاغنيه الحلوه بيهم. لما اغني لو شفتوا غنوا معاي معناها الاغنيه جميله. ايوه. فمعظم الاغنيات اللي لحنتها في البيت هم بشاركوا بالسمع بالذات زوجتي دي. أيوة. مرات تلبت وتغني معاي هي برا والله. ايوه. ف يعني من الاغنيات اتذكر حاجه زي دي زي شمعة سهرانه وتعيش انت دوم خيرك. السلام. اغاني خفيفه والريده جات متاخره لي كلها من الالحان. أيوة. اللي لحنتها في البيت و بيجوا مراد يشاركوا معي. يا سلام المشاركه دي احنا لما احنا الاغنيه وغني لو ما شفتوا حفظوها يغنوها معي بعيد النظر فيها. بتفتكر بانها ما وصلت انت معناها بتبدا التجربه من البيت. ايوه صح؟ لا ايوه نحن ما وصلوا. ايوه ايوه تبدا التجربه من البيت نجحت الفكره معناها يعني الناس هي كده اصلا النغمه الجميل الناس بيقولوا معك طوال ما يعني الناس الفنانين
الأسرة بتاعت الفنان نسوا النغمة الجميلة، الناس بي 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 يعني بيستوعبوه يغنوه معاك طوالي. صحيح صحيح. عشان الكلام الجميل اللي انت قلته احنا حابين نتعرف على أسرتك. فقرتنا الجاية هنقوم نتعرف على أسرة الأستاذ إبراهيم حسين. خليكم معنا. بنحييكم مرة ثانية مشاهدينا ونتواصل معاكم، وفقرتنا دي جميلة لأنه احنا مجتمعين بالأسرة الكريمة للأستاذ إبراهيم حسين. سعيدين أول حاجة بيهم، ويقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يديم إن شاء الله جماعتكم على خير، ونشكركم يعني نشكركم كثير على استقبالكم لنا. حابة نبدأ بالأستاذ فتحية زوجة الأستاذ إبراهيم حسين، أهلا ومرحبا بك وكل سنة وأنتم طيبة. مرحبا بكم كل سنة طيبين. ما شاء الله مسكت مايك بتاع الفنان. كيف أخبارك؟ إن شاء الله أنت كويسة. والله الحمد لله. الله يخليك. هي زوجة الفنان دائما بتغني. هو قبيل قال لنا كده كلام بأنه بتدندني معاه وبتقعد كده براكم وبتغنوا سوا. والله فعلا كده الحان يعني بنشاركوا الألحان. أيوه. فالفكرة بتاعت الفن دي يعني في عندنا فينا في الدم. أيوه. انت برضه بتحسي بانك ممكن تديه اضافه جمل. أيوة أيوة. يعني لحنيه زي ما بقولوا. اي والله. شنو من الحاجات اللي حسيت بانك تدخلتي فيها كذا ويعني وقلت لي والله انا رايي انه يكون كذا ولا يكون كذا؟ والله في في وفي اغنيه يعني هي قريبه مني شديد. اللي هي شو؟ فهي بتقول ما بنقول يا دنيا حاجه لما بالاحزان تجينا، العمر ما كله فرحة مرة لينا ويوم علينا. فالأغنية دي يعني قريبة مني شديد وبحبها وبحب أرددها، وبالعود معانا جلال ونقعد نغنيها ونشيلها. أيوة كلنا يعني احنا لازم نغني ونشيل. ما في جدا جدا ما في مشكلة. يديك الصحة والعافية إن شاء الله رب العالمين. تعرف ببنات الأستاذ إبراهيم حسين، أعرف عليك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا منى إبراهيم حسين. أول حاجة أحب أهني الشعب السوداني بعيد الفطر المبارك، وبقول لهم كل عام وأنتم بخير، ويا رب يدعي علينا بالخير والبركات إن شاء الله يا رب. يديك الصحة والعافية. تعرف عليك أكثر دراستك؟ والله أنا اتخرجت أصلا من كلية علوم الشروط والقانون بيروت بدل الملازم، وحاليا بعمل في قسم القصة ومدرمان. أهلا بك والله. الله يخليك. تسلمي. الله يخليك. أنا دائما أقول الانضباط حتى برضو يعني أيوة ما فايت يعني ما فايت الأسرة. الله طيب علاقتك بالفن شنو؟ علاقتك يعني مثلا تحبي الشعر، طرحتي شعرة، صوتك حلو بتغني ولا؟ والله هي ما حاجة كده، لكن طبعا يعني الغنى ده يعني هي ما زي ما بيقولوا حسيت كده ممكن تاخذ الزول يعني. أيها. يعني فالاستاذ مرات لما يغني الناس بتشيل معاه وكذا. أيها. يعني أيها. ما لكن ما حاجه كذا يعني اساسيه. بس صوته حلو ما في زول صوته ما حلو يعني. والله الحمد لله يعني ما على قدرك. انا اعرف الكلام ده بعض. اهلا بك يا زينب. كيف صحتك؟ كويسه؟ تمام والله. يلا علاقتك شنو؟ هسال نفس السؤال اللي سالته لمنى. علاقتك كيف بالفن والغناء؟ بتغني؟ عندك شعر؟ بتلحني؟ والله ما بلحن لكن يعني بغني. بغني يعني كويس. بحب الغنى والله يعني حاجه زي ما بيقولوا جاريه في الدم وكده. بحب الغنى وبغني حتى في المدرسه يعني. والله كمان في المدرسه. كويس. مشاركه ممتازه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مصطفى ابو علي زي ما تفضل استاذ ابراهيم. انا صديق للاسره دي وبعتز جدا بصداقتي لهذه الاسره الجميله والرائعه بصراحه، وأكيد أكيد انتهز الفرصة دي برضو عشان أهني كل الشعب السوداني بالعيد السعيد، وأكيد التهنئة تمتد لأهلنا في ولاية كسل كلهم. ويعني لعل الزائقة بتاعت أهل كسل يمكن هي الأنجبت أستاذنا الكبير إبراهيم حسين. صحيح. والأسماء الكثيرة اللي جاءت من كسل يمكن. صحيح. على رأس أستاذنا إبراهيم حسين. صحيح. يعني هي فعلا فرصة بالنسبة لي جميلة، وأنا جاية أعيد عليهم يعني. والله يعني العيد مبارك عليك أنت كمان وعلى أسرتك. وما أفتكر أنه يكون في زول صديق للأسرة ما يستغل حكاية أنه يستمع لأغنيات ويستمع لألحان وهو قاعد كده ودندنة تكون موجودة. صح ولا لا؟ أكيد. ده استغلال الأصدقاء، لازم يكون موجود. صح. بتقعدوا يعني دائما في قعدات بتكون بس مجرد بس يعني عيدية، ولا برضو بتحبوا كده تعملوا دندنة كده بيناتكم كده؟ تحب تستمع له وهو يغني، تسأله من الجديد شنو، هل ممكن اللي قدام ان شاء الله ممكن يلحن تاني قدام، او
تذكروا برضو ببعض الاغنيات الفاتت. هو فعلا يعني الواحد قدر ما يجي لاستاذنا ابراهيم حسين، هو بيجي وانت ماشيه على البيت يعني بتحسي بانه في زخم من الاشياء وزخم من ابداع كبير. يعني اكيد هو اتخلق بعد يعني اشياء كثيره متراكمه خلينا صحيح. نقول أيوة. وهو فعلا قدر ما نجي، هي زياره الفنان بتختلف اكيد من زيارتك لانسان عادي يعني. فدائما الواحد فعلا بيستغل الفرصه دي في انه بيبقى السؤال ممكن عن ميلاد الاغنيات كانت كيف، عن اسفارهم الكثيره هم جميل. بيحملوا الفن الاصيل السوداني ده صحيح. يعني صحيح. وكانوا ينشروه يعني بين صحيح. الامم وفي دول الجوار وكذا صحيح. فدايما نحن بنجتر معهم ذكريات جميل. وبنسال عن اغاني وبتحاولي مرات تسالي انه يا اخي الاغنيه ديك ليه وكان دي، فهي فعلا دايما مسامره جميله. انتوا الاقرب ليهم يعني، انتوا محظوظين من الناس اللي بيكونوا فعلا محبين جدا للاستاذ ابراهيم حسين. يمكن ما عارفين بعض التفاصيل لكن انتم باعتباركم اصدقاء للاسره بتعرفوا. ربنا يديك الصحه والعافيه ونتعرف عليك. شكرا جزيلا لك، كل سنه طيب. تفضل تعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد ادم شريف ابن اخ الفنان ابراهيم حسين. استقل هذه السانحه واهني الشعب السوداني والامه الاسلاميه بحلول العيد الفطر المبارك. ربنا يجعله عيد فرح وبهجة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين إن شاء الله. طبعا أنت من المحظوظين برضو أكثر، خلينا نقول إحنا تكلمنا عن الأصدقاء لكن حظك أنت أوفر طبعا، لأنه العلاقة بتحت القرابة طبعا بيكون فيها معروف يعني معرفة أكثر وفيها معلومات أكثر كمان عن الفن، غير إنه ممكن نقول إنه برضو ممكن تورثوا حاجة برضو إن شاء الله، ورثوا حاجة من الأستاذ إبراهيم. والله كان في اهتمامات في الصغر كده عزف عود وغنى لكن ماتت مع الزمن. لا لا هنحييها الليله ونحييها. حسي تختاروا لنا اغنيه كده ونقوم تغنوها مع بعض. تحبوا شنو اكثر حاجه تغنوها وتدوها كده عيديه لكل المشاهدين طبعا بصحبه استاذنا الكبير؟ تحب تغني شنو يغنوا معك شنو يا استاذ ابراهيم؟ نخلي الخيار لك انت. اقول اغنيه بتحبها المدام. يا سلام، شوفوا الاحترام كيف. يا سلام عليك. عشناك غنى يا اجمل منى، ان شاء الله في عوشها هاديه فرحه لمنى، يا الله في عوشها هاديه فرحه لمنى. لا 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 بريدك ويدك انت زادني الفي عمر، بريدك ويدك انت زادني الفي عمر. قبلك يا ما تهنى يا ما وكمسي، قبلك يا ما تهنى يا ما وكمسي. شايلين المحنة هم نبني لنا، شايلين المحنة هم نبني لنا، هم نبني لنا جنة لمنا. عشناك غنى يا أجمل منى، عشناك غنى يا أجمل منى، وإن شاء الله في عشها هادية يا الله في عوشها هادية معاك الريت نتيمو قلوبنا معاك، معاك الريت نتيمو قلوبنا معاك. ليمو شايلين المحنة هم نبنينا، شايلين المحنة هم نبنينا، هم نبنينا جنة لمنا. عشناك غنى يا أجمل منى، عشناك غنى يا أجمل منى، إن شاء الله في عوشها هادية فرحة لمنا، يا الله في عوشها هادية فرحة لمنا. يا سلام، يديك العافية يا أستاذ، يديك الصحة والعافية، إن شاء الله في عوشها هادية فرحة لمنا إن شاء الله، والمحبة طيبة تلمنا إن شاء الله دائما. عيد الفطر المبارك، وعبركم أيضا أهني غناة شروق. شكرا لك. والتيم العامل فيها
وان شاء الله في حوش هذه فرحه لي من يا رب العالمين تلم الجميع ان شاء الله. شكرا لكم والصحه والسلامه. وحقيقه استاذ ابراهيم حسين من الفنانين المحترمين يعني الشعب بيحبه وبيحترمه وبيحب الحانه وبيحب كلماته وبيحب يعني تفاصيل الاغنيه اللي هو بغنيها مختلفه حقيقه وفيها الفرحه والبهجه. نحن مننا بنقول لك كل سنه وانت طيب وبنعيد عليك وتسمح يعني تاخذ مننا الهديه البسيطه اللي احنا مقدمينها عليك كعيديه مننا لحضرتك. يديك الصحه والعافيه ان شاء الله وكل سنه وانت طيب. يديك الصحه والعافيه. شكرا لكم كثير. شكرا لاستقبالكم الجميل لنا يا جماعه. يديكم الصحه والعافيه ان شاء الله دائما تعيشوا في عشاء هادية تلمكم بالخير والسعادة والهنا ولكم أنتم كمان مشاهدين. ما حصل غنيت صوت كعب زي الليلة. لا معقولة. إلا لإصراركم يعني والله. لا أجمل صوت. أنا ما جاني إلا الغنى لكن بس. وفي أحلى إنك تغني مع أسرتك يا أستاذ إبراهيم. كان لازم يعني كان لازم أيوة. إحنا اتبسطنا وسعدنا بك والله. ربنا يديك العافية. شكرا لكم مشاهدين. كان لازم وفي اثنين فنانين دخلتهم في صورة. اكتشاف مش كده. أيوة اكتشاف جديد أي. يديك الصحة والعافية أستاذ إبراهيم. شكرا لكم مشاهدين. إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين. ربنا يديكم الصحة والعافية دائما مشغولين بالخير والسعادة والهنا. يديكم العافية مع السلامة. نسأل عنك أمور